الإعلام والفن ساهموا الفترة اللي فاتت في المجتمع إن إحنا نطلع من نعالج أزماتنا ومشاكلنا، ولا زودتها أكتر؟ هي بص، هي فرصة تتعالج بقى او تزود، دي بترجع للمجتمع. ان احنا للأسف يعني انا بقدم شخصيتين الاعلاميتين في عملين في رمضان السنة دي، في الخنكة وفي المغني. انا عاملة شخصية اعلامية، يعني في المغني انا عاملة صحفية بقت معدة برامج بقت مذيعة، وفي الخنكة انا عاملة اعلامية عندها برنامج مهم. كنت عايزة اوصل للناس ان انا مش بقدم شخصية بعينها، لان ناس كتير كلموني في ريهام سعيد وقالوا لي، انا ما بتكلمش على ريهام سعيد خالص، انا بتكلم على فكر معين. و من الإعلامات المحترمات الحقيقة. وريهام عايزه اقول ان هي ست جدعه جدا وست عملت خير كتير، بغض النظر عن اي حاجه او اراء كل الناس، مع احترامي لكل الناس انا ما اقصدهاش هي، وهي ست جدعه جدا وست عملت خير كتير. فانا ما اقصدش ريهام سعيد تماما، انا بس بتكلم على فكر ان ساعات في اعلاميين بيستغلوا موقعهم لمصالح شخصيه، وممكن يظلموا حد، ممكن ينتصروا لطرف على حساب التاني. فده بيرجع لمجتمعنا، هو الإعلام وسيلة وفرصة كبيرة جدا، بس مجتمعنا بقى هو اللي فيه مشاكل كتير قوي. هي دي هو ده الموضوع يعني.